السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الرنده اللي كتجي رائعه بزاف بالعقيق، كتخدم بطريقه سهله ومختلفه. نتمنى ان شاء الله انكم تجيكم سهله وتستافدوا معايا في هذا الفيديو. هذا غنحتاج ليها الحرير اللي مبروم على 3 ديال الشعرات، والبره النمره 7 لان غنخدموا بالعقيق، العقيق ديال الزمرد، نمرة 4 أو 3 اللي بغيتو. أنا هذا عندي النمرة 4، 3 أو 4 اللي بغيتو نتوما، المهم على حساب العقيق واش صغير ولا كبير شوية. كما قلت لكم الحرير على 3 ديال الشعرات. غادي نبدا أول حاجة كنثبتو الحرير في الثوب. هاد الملاقية هادي كتقدرو تخدموها تحت نصدوق، إلا كنتو غادي تخدمو شي نصدوق عريض وفيه العقيق تقدرو تخدموها في البياسة كاملة من الفوق حتى لتحت، كتخليو 6 ديال السنتيم وكتبداوها هكا من الفوق حتى لتحت، راه كتجي رائعة بزاف وسهله في الخدمه ديالها. غنحتاج ليها هنايا 3 ديال الغرزات، ندير بناء ديال 3 ديال الغريزات. وما تنساوش البنات تخليو ليا لايك وبارطاجيو هكا مع البنات اللي مهتمات بالخياطه. وإلا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه فما تنساوش تابوناو وفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم دائما الجديد، دائما فيما كنحط شي فيديو جديد كيوصلكم. كما قلت لكم هنايا غادي نحتاج 3 ديال الغريزات، غادي نجي للجهه المقابله نضرب في الثوب. وغادي نرجع في الغريزه اللي حداها بلاتي نزير هذه. نرجع لهاد الغريزه هنا، ثلاثه الغريزات كما شفتوا، نعاود نضرب في الثوب. هانتوما كتجينا وحده جوج ثلاثه. دابا شنو غادي ندير؟ ما غاديش نرجع فيهم. هانتوما لاحظوا معايا، قرب لكم باش يبان مزيان، ما غاديش نرجع في هاد الغريزات، غادي نجي نضرب في الثوب. غير ركزوا البنات، راه سهله سهله بزاف. الضربه الاولى ونزيد الضريبه الثانيه، يعني كيوليو عندي ثلاثه ديال الدقات في الثوب. منين ساليت هادو زدت واحد جوج دقات، جوج دقات في الثوب. وغادي نجيب عقيقه، غادي نجيب عقيقه، غادي نخلي هاد الغرزه هادي ونضرب في الغريزه الثانيه. هانتوما هكا، وغادي نجي نضرب في الغريزه الثالثه. لاحظوا معايا هنايا غادي نضرب في الثوب وغادي نضرب في هاد الغريزه هادي وحده، غرزه وحده، وغادي نعاود نرجع فيها نضرب في الثوب، نعاود نضرب في هذيك الغريزه غير وحده باش كنطلعوا نفس المسافه اللي طلعنا هنايا في الثوب، كنطلعوها حتى من هنايا. غادي نجي دابا ما غاديش نضرب غريزه من هنا، غادي نجي ندير غريزه من هذه الجهه الاخرى، من جهه العقيقه من الجهه الاخرى، ونضرب في الثوب. نتوما دابا بحال عندي غير جوج الغرزات، دابا غادي نعوض هذوك ثلاثه الغريزات اللي كانوا عندي في الاول، خاص يبقاو عندي دائما ثلاثه الغريزات. هذا الخويط هذا غادي نعمر فيه ثلاثه ديال الغريزات، واحد جوج وهالغرزه الثالثه. دابا عوضنا الغرز ديالنا، غادي نضرب في الثوب وغادي نجي دابا ثاني نفس الشيء اللي درت من هنا غادي نديرو من هنا، لان دابا غادي ندير العقيقه من الجهه الاخرى. هانتوما لاحظوا معايا، غادي ضربت في الثوب المره الاولى، غادي نضرب الثانيه والثالثه، بحال كنضربو ثلاثه ديال المرات في الثوب وكندير عقيقه، ندير عقيقه هادي مباشره تدخل. هانتوما حيت انا درت البره شويه كبيره، كاينين العقيقات اللي ما كيبغوش يدخلوا ليا في البره. درت دابا عقيقه، دابا غادي نخلي هاد الغرزه هادي وحده نضرب في الغرزه الثانيه نفس الشيء اللي درنا في الاول، نفس الشيء، وغادي نزير هكا الغريزه ونمشي نضرب في الغريزه الثالثه الاخرى اللي عندي هنايا، نضرب في الثوب
هانتوما لاحظوا هنايا شنو غادي ندير. نفس الطريقه اللي درت هنايا، انني طلعت غير بغرزه واحده، غادي نضرب في غرزه واحده، نعاود نرجع فيها، نضرب في الثوب، نعاود ثاني نرجع في هذيك الغريزه غير وحده، غير غريزه وحده باش كنجي وما كنمشيوش في جوج الغرزات، غرزه وحده. انتم دابا بعد ما مشيت وجيت بهذيك الغريزه وحده طلعت مزيان، دابا غادي نجي ندير غريزه في الاخر ديال العقيقه من هنايا، نضرب في الثوب. ملي كندير غرزه في العقيقه بحال كيوليو عندي غير جوج الغرزات، انتم عندي غير غرزه هنا وغرزه. هذا الخويط هذا اللي فوق العقيقه غادي ندير فيه جوج الغريزات، ها الغرزه الاولى، الغريزه الثانيه، والغريزه الثالثه هي هذه اللي هنايا شفتوا. غادي نجي نضرب دابا في الثوب. دابا غادي ندير العقيقه من الجهه الاخرى، مره كنديروها من اليمين، مره من اليسار، اليمين اليسار. دابا غادي شنو غادي ندير، غادي ضربت في الثوب، غادي نزيد جوج دقات في الثوب، ها الثانيه ها الثالثه، كيكونوا عندنا ثلاثه ديال الدقات في الثوب. عاد باش كنجي العقيقه نجيب عقيقه، ملي كنجيب عقيقه كنخلي غير غرزه وحده، كنضرب في الغريزه الثانيه، ثم غادي نجي نضرب في الغرزه الثالثه، نضرب في الثوب. دابا غادي ندير ثاني شنو، غادي نطلع غير بغريزه وحده جوج ديال المرات، هاد الغريزه هادي غادي نضرب فيها، وغادي نعاود نرجع فيها ونضرب في الثوب باش كنطلعوا نفس المسافه اللي طلعنا من جهه ديال العقيقه. نعاود نرجع في هاد العقيقه في هاد الغرزه هادي وحده، وكنمشي للجهه الاخرى كندير فيها غريزه ونضرب في الثوب. ودابا غادي نرجع لثلاثه ديال الغرزات، خاصني نرجع ثلاثه ديال الغرزات ديالي. هنا غادي نعمر في هذا الخويط جوج ديال الغرزات، الغرزه الاولى والغرزه الثانيه، وها هي الغريزه الثالثه عندي هنايا. شفتوا ساهله هاد الرانده هادي، وكتجي رائعه. يمكن لكم هكا تخدموا اللوينات في العقيق، ما ديروش غير لون واحد، انا درت غير لون واحد. تقدروا ديروا بزاف د اللوينات، ديروا مثلا كل ثلاثه بلون، تقدروا تخدموها بلون واحد، تقدروا تخدموا كل جوج بلون، المهم نتوما كتبدعوا فيها بالشكل اللي بغيتوا. دابا هانتوما من بعد ما صافي كنديروا ثلاثه ديال الغرزات، صافي كنبداو باش نبداو نديروا عقيقه اخرى. يعني ضربت في الثوب، غادي نزيد نضرب في الثوب جوج المرات، دائما كنديروا ثلاثه ديال الدقات في الثوب، ها الثالثه، وكنجيب عقيقه. انا غندير لكم لون اخر، ندير شي لون اخر هكا باش الا بغيتو تشوفوا الشكل ديالها كيفاش غتجي هكا باللوينات. ها نتوما غادي نخلي ثاني غرزه الاولى، وغادي نجي للغريزه الثانيه نضرب فيها ونضرب في الغريزه الثالثه، نضرب في الثوب. ودابا غادي نرجع غير في غريزه وحده، صافي كتبقى تعاود نفس العمليه، نفس العمليه كتبقى تعاود بحال البديه. في كل مره كديروا عقيقه كديروا بحال في الاول، ما كتختلف حتى شي حاجه، صافي كتبقى تعاود نفس الخدمه. نرجع في هذه العقيقه اولا في هذه الغرزه، وغادي نجي نضرب في الغريزه من هنايا حدا العقيقه من هنا. يعني دابا عندي غير جوج ديال الغرزات، غادي نضرب في الثوب ونعمر جوج ديال الغريزات هنايا في هذا الخويط اللي فوق العقيقه، وغريزه الاخرى الثالثه اللي عندنا هنايا. صافي دابا غادي ندير عقيقه من الجهه الاخرى، غادي نضرب في الثوب المره الاولى، المره الثانيه، والمره الثالثه، ونجيب عقيقه. صافي غادي نخدم هكا واحد شويه
نكمل هكا ثلاثه لوينات بحال هاد لاقه، ثلاثه لقيقات بهذا اللون، ندير ثلاثه لقيقات ثاني بهذا اللون ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل كيفاش كيجي. صافي كتكملوا بهذه الطريقه هذه كما شفتوا معايا، كتعاود نفس الخدمه في كل عقيقه، كتعاود نفس الشيء. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. كما قلت لكم تقدروا تخدموها بلون واحد ديال العقيق، تقدروا تخدموها بثلاثه اللوينات اولا بجوج اللوينات، تخدموا غير جوج عقيقات بلون، كل جوج عقيقات بلون اولا ثلاثه بلون اولا سته بلون، المهم كيبقى لكم الاختيار، نتوما كتبدعوا فيها بالشكل اللي بغيتوا، كتعرفوا غير الطريقه ديال الخدمه وانتوما كديروا الشكل اللي بغيتوا. نتمنى انكم اليوم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا، وتكون عجباتكم هذه الراندة هذه، سهله وخفيفه وكتخدم بسرعه ما كتاخذش الوقت، والخدمه ديالتها كما شفتوا معايا راه سهله وبسيطه. نتمنى ان شاء الله كما قلت لكم تعجبكم. ما تنساوش البنات لايك، ما تنساوش كذلك تبارطاجيو مع البنات اللي مهتمين بالخياطه. شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.